السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة وسعادة ومبسوطين وبتضحكوا وطيبين، ورمضان كريم وبعوض الايام، ويا رب يكون شهر مفترج عليكم كلكم، واللي اتجوز يتجوز تاني، واللي ما اتجوزش يتجوز، واللي بتحضر يا رب يعني كل حاجة تبقى حلوة ومتيسرة عليكم. النهاردة انا مش هطول عليكم في المقل في الموضوع والمقدمة، انا قررت ان انا هعمل مقلب في ميرفت، مقلب جميل كده ولذيذ هنضحك فيه. هو اني هدخل عليها البيت وانا سكران طينه، خمره بقى وحشيش ومفيش نسوان، خمره وحشيش بس، يعني هدخل عليها بخمره وحشيش بس ان انا سكران يعني، وهشوف رد فعلها يكون ايه لما هدخل عليها البيت وهتلاقيني بالمنظر ده كده قدامها. ويا رب الموضوع ما يخرجش ويتطور ويعدي حدود الهزار والضحك ويقلب بجد يعني، بس ان شاء الله انا هحاول ان انا اسيطر على الموقف يعني. ولو عجبكم الفيديو انا بقول لكم من دلوقتي اهوت، يا ريت تدوس زر اللايك، يعني عايز اوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات يعني، لو عجبكم يعني تقديرا للشغل اللي انا بعمله والتكتيك والتظبيط والحاجات دي. دوسوا لايك، دوس لايك، دوسوا لايك. يلا مش هطول عليكم بقى ونخش في المقلب على طول. باي. اعمل كده ليه ازاي؟ مالك؟ في ايه؟ انا كويس اهو. كويس ايه مالك؟ تعمل كده كويس ليه؟ كويس زي الفل اهو. في ايه بس؟ ايه انت كنت يعني فين؟ كنت فين حور اسود؟ اه في ايه مالك؟ مش عارف مش عارف انت كنت فين؟ دماغي عماله انت كنت فين؟ بتلف. ايه انت كنت فين؟ انا كنت قاعد مع اصحابي. فين؟ قاعد مع اصحابي في اقعد ريحتك. اقعد يا اخي، اقعد يا اخي. انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ اه فوق كده مالك؟ ايه في ايه؟ ازاي زي ايه؟ اقعد ريحتك. تريح فين؟ انت شارب حاجه؟ شارب ميه. اوعى يا اخي، انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ اقعد. في ايه؟ اقعد كده اهو مالك. دماغي عماله. طب اقعد كده اهو. اقعد. طيب ماشي. اقعد كده اهو. قعدت اهو. انا قعدت. شارب ايه بقى؟ شارب شارب ولا لحيه؟ يا عم اقعد. انت بتعمل ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ بعمل ايه؟ ايه الحاجات الغريبة اللي انت بتعملها دي؟ مش عارف. هو ايه اللي مش عارف؟ هو انا مالي؟ انا كويس. انت جاي مني دهي. اقعد يا اخي اقعد. استني بس هجيب العصفورة دي. عصفورة؟ في عصفورة ايه؟ ايه؟ عصفورة. بص عصفورة. لا اقعد. في عصفورة. طب استني. طب ده فار. اقعد يا اخي. فار. هجيب الفار ده بس. استني. فار هموته. هموته. فار. انت كنت فين؟ اقعد يا اخي اقعد يا اخي اقعد. اه اه خرب بيتك. اه نقعد. بصي. ايوه بصي. انا انا جدع. جدع. اه والله جدع. جدع قوي. انا قوي. مش جدع. لا جدع. هو مش جدع. هو في جدع يعمل اللي انت بتعمله ده؟ هو في ايه وانا مالي؟ انت شارب ايه؟ ايه؟ شارب ايه؟ شارب حشيش. فوق هنا وكلمني علشان انا اتخنقت منك. حشيش ايه؟ اقعد كده. حشيش ايه اللي انت شارب؟ انا؟ طب يا برار. حشيش ايه؟ مش عارف. من امتى وانت بتشرب؟ انا ما بشربش. امال شربت ليه؟ هم عزموا عليا. ايوه. ما انتش خايف على نفسك؟ قلت اما اجرب. مش خايف تموت؟ عزيز بيموت. بيموت. اقعد هنا وكلمني. براحة براحة عليا بس. براحة 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 عليا براحة.
رايح فين يا ابني؟ هجيب الحمامة. خرب بيتك، بقول لك انا اتخنقت منك. طيب في ايه بقى؟ قعدنا. طيب هما قالوا لي خد النفسين دول. انت رايح فين طيب؟ عيالك اهو. رايح فين؟ نفسين اللي انت خدتهم. الحقيني طيب انا مش عارف يا اخي مش عارف في ايه بس قوم ده انا بص كده اهو منك. طب ايه بس ده كده اهو منك كده اهو منك. ايه ده خمره دي خمره. قعد يلا فوق لنفسك كده. طب في اصل حلو حاسس ان انا بصي برفرف رفرف. عارفه اغنيه ايمان درويشه؟ درويشه درويشه. بقول لطيف. ما تتكلمش خالص عشان انا مخنوقه منك. انت بتشرب الحاجات دي من امتى؟ طب اقعدي بس. بتشرب ليه؟ ايه اللي هو انا طير في السماء برفرف. اقعد يا اخي. انت من امتى بتشرب؟ الحقيقة مال نفسي ايه؟ اقعد نفسي. ما تشرب؟ مش قادر اخد نفسي. اجيب لك دكتور يخرب. طب اشرب. مش قادر مش قادر مش قادر. عامل لك ميه بسك. انت مين اللي سحب في الصورة حضرتك؟ نفسي يا مربط نفسي يا مربط نفسي يا مربط مش قادر. الحين يا مربط. مش قادر النفس. انت مش قد الشرب بتشرب ليه؟ انت بتبدا وانت بتتنيل على الدماغ. انا معرفش اشرب. انا معرفش ايه ده؟ ميه بسكر. بيره دي بيرة بيرة اشرب بيرة الشيطانة. قوم يا اخي والله العظيم انا متغاظة منك ما طايقاك. اتعدى مش قادر. في امل. انا هقول لك على حسن. قوم اقعد. انا هقول لك على حسن. يا اخي اقعد. بص ما تتكلمش. ايه ده انت هتبقى كويس. معلش بس ريح فين تاني؟ بقك ماله؟ بقي اتعوج. يا نهار اسود. بقي اتعوج يا ميرو. في ايه؟ بقي اتعوج. ايه اللي حصل لك؟ اقعد يا اخي. بقي اتعوج. شوفي كده اتعوج. شوفي كده اتعوج. لا 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 ما تعوجش. ما تعوجش. حاسس ان بالله عليك بالله عليك. ايه ده بس ايه؟ اهو اتعوج اهو. طب اشرب كده. اشرب ميه. اشرب. طيب ماشي ماشي. اشرب اشرب اشرب. انا هتصل باخويا. مش عايز يتعدل. طيب ما تهمكش في نفسك. ريح فين يا ابني؟ ما تقعد في مكان يا ابني. ماشي. روق بس اقعد اتعدل. بس اهدى اهدى. ماشي اهدى. انت كويس اهو. شوفي لي بس الدكتوره. طيب انا رنيت عليهم. هتصل بالجماعه يجيبوا العربيه ويجوا. ماشي. مش قادر. حاضر عشان تبقى تتزفت تاني. مش قادر. اقعد مش قادر. خليك قاعد بقى. انت بتفرك ليه يا ابني؟ محدش بيرد. اصبر. طيب ماشي. اقعد ماشي. استنى اقعد. رايح فين؟ بس هجيب بس بتاع ده.
اجيب بس اجيب بس والله العظيم انا اتخنقت منك. المايك ده المايك ده بس. والنبي يا جماعه انتوا شايفين انا مسطول زمكم؟ انا سكران ها يعني انا سكران؟ طب والنبي شوفيني كده عمال بشوف عينيا كده. اشوف عينك ايه؟ شوف بس عينيا كده عينك ايه؟ اشوف ايه؟ اوعى بقى خلاص ده مقلب والله يا بني ادم. بص دي اخرة اللي يعمل مقالب في اسامة. اقسم بالله انا اتفرهدت. انا اتفرهدت اصلا. طب انت ايه رايك؟ ها؟ بمثل. عباية انا أخي. انا فنان قدير. طب تعالى 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 بس هنقول كلمة قدام قدام الجمهور بس. والله العظيم ما فيا والله العظيم. هنقول بس كلمة قدام الجمهور. تعالى تعالى بس قول لهم بس كده. قول لهم بس ان انا ما بشربش ولا سكر ولا الحاجات دي اللي يفكروا ان انا يعني انا رديت مقلب من المقالب اللي كانت بتعملها فيه. يعني يا جماعه اهو حاجه حلوه. انا عايزك بس تقول لهم ان انا الحمد لله لا بشرب خمره ولا حشيش ولا بتاع ولا ليا في الكلام ده كله. لا هو فعلا ما بيشربش وبيخاف على نفسه جدا يعني. بس بيشرب سجاير بس. ادعوا له ان هو يبطل. ادعوا له ان انا بطلها والله فعلا. ان يا رب. انا نفسي ابطل السجاير ان شاء الله تبطل. طب ايه رايك في المقلب؟ انا ايه رايك في المقالب بتاعته؟ كلها رخمه وكلها تسيب اعصاب بجد. امال الميه اللي تشط الميه اللي انت وقعتيني في ايدك ماشي إيه؟ ده ميه. انما مش واحد داخل لي مسطول واحد ايده معرفش مره ايده ايه واحد تاني. والله ما هو في مقالب يعني ما ينفعش. في مقالب حريمي وفي مقالب رجالي. ما ينفعش مقالب فيها حريمي ورجالي. ايوه في ناس بتعمل مقالب اهو. فين فين ده؟ اه في ورا الستار. ورا الستاره انت بره زي ما انت مخبي التليفون كده ومش على اهولي في السقف عشان ما اشوفوه. ما هم عشان إيه؟ مره قعدتيني في جرد الميه ومره عملت فيها ايه تاني نسيت. انتظروا بقى يا جماعه الجديد شديد مني ان شاء الله. الجديد شديد وهتشوفوا انا هعمل فيه ايه بقى ردا للمقالب بتاعته دي. يبقى قابلني هنشوف. عارف بورسعيد؟ لا. ابو العربي؟ لا. ابو العربي؟ لا. يبقى قابلني هناك عند تمثال ابو العربي. ماشي يا جماعه. بعد اذنكم لو الفيديو عجبكم وانبسطتوا وضحكتوا بعد اذنكم يعني دوسوا لايك. اهو بقولها تاني دوسوا لايك. قولوا لهم دوسوا لايك. دوسوا لايك يا جماعه بالله عليكم. دوسوا لايك. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا كلنا وتنعاد عليكم الايام بخير يا رب. يا رب. ورمضان سعيد ورمضان كريم و... ومع السلامه. مع السلامه. مع السلامه.